تخيل عندك صديق زي كذا وبعدين تكتشف انه زي كذا. هذا اللي حصل في هذا الفيديو. انصدمت صحيح من اسرار المتابعين. اليوم راح نفضح المستخبي، بس قبل ما نفضح اسرارهم لازم كل واحد يشوف الفيديو يعطينا تعهد انه ما راح يحكي هذا الاشياء لاي احد. وراح ابدا انا شخصيا اني احكي لكم سر من اسراري. هذه خزانه الكتب، ندخل ونشوف هذا الملف. هذا الملف فيه رسومات من قناتي، هذا اللي كنت انزله في القناة في الاول، يعني ما كنت انزل انيميشن، كانت القناة مرة خايسة. اذا تبغون اسوي لكم فيديو عن اسرار قناتي الاولى اكتبوا لي في تعليقات، ما ادري ليش احس رسمي كان افضل. في هذه وهذه، يعني اعتقد لازم اكيد اني ارجع للرسم الورقي. عز بيقول: لما كنت بعمر 12 او 13 سنة كنت احب برامج البنات، كنت اشوف يمين أشوف يسار، ما في أحد في البيت، أروح أشوف البرامج. Sometimes I sing or play the piano to help me wake up. عز، إحنا جينا. وطبعاً أغلق التلفاز عشان ما يشوفني أحد. أنا أعتقد هذا الشيء مرة عادي. نحن كمان البنات نحب نشوف رياضات كرة القدم ورياضات ثانية، يعني عادي أننا نحب نكتشف كل المجالات. هذه سوت شيء في رمضان ما تتوقعونه أبداً. كان عمري 4 سنوات. حلو؟ طبعاً حلو. فقبل الإفطار بنصف ساعة عملتها في المطبخ. وين عملتها في المطبخ؟ هل عملتها على الدرج؟ هل عملتها على الطاولة؟ ما أحد يدري. فمسحت الأرضية، الحمد لله سوتها على الأرضية، ما سوتها في مكان ثاني فيه أكل أو شيء زي كذا. ومسحت الأرضية بمسحت الجلي. هذا إيش فيه؟ لا يكون تعاطى شيء ولا غيره. والأحلى أن أختي اللي عمرها 8 سنوات شافتني وقالت لي برافو. والمشكلة وين راحت هذه الممسحة؟ ما أبغى أبداً أتوقع شنو سوون بهذا الممسحة. عبد القادر العراقي، هذه بنت باسم ثاني، بتقول: عندي سر، وهي أنها كانت تحب ابن الجيران. أنا أعتقد أنها كانت تحب بيت ابن الجيران. المهم تقول أنه بعد هذا الفيديو ما راح يكون سر. عبود بيقول: أنا مرة حبيت وحدة وكنا متوافقين مع بعض ولايقين على بعض، والكل بيعرف ما عدا أهلي. من الصبح وإحنا هنا، يلا نروح خلاص. بس دقيقة بليز، بس دقيقة، لساته عبود بيشوف فيني. يلا. المهم كنا نتراسل، بس في يوم ما صارت ترسل لي أي شيء، وأنا صرت خايف إنه يكون صار لها شيء. ولا يمكن هذا، عم برسل لها مسجات بدون أي رد. وش أسوي وش أسوي؟ مستحي مستحي، أنا ودي 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 ألر تنشق وتبلعني. أحس كأني صرت أختكم أو فرد من العائلة، مدري. هذا السر مرة خطير. لمياء لما كانت صغيرة كانت تروح مع أصحابها. هل كانت تروح عشان تتنزه في البراري الخضراء والزهور الحلوة؟ لا، ما كانت تروح تتنزه. هل كانت تروح عشان تشتري شيبس؟ لا، ما كانت تروح تشتري شيبس لأنه عندها بالبيت. هل كانت تروح للدراسة؟ طبعا ما راح تروح مع أصحابها للدراسة. كانت تروح مع أصحابها عشان تدخن. طبعا هذا الشيء مو حلو أبدا، لكن أدري أنك كنتي صغيرة وما كنتي تدرين، والحين صرتي أكبر وصرتي تعرفين. المشكلة أن التدخين بيصير إدمان، ولما تكبر بتلاقي أسنانك صفراء، بتلاقي رئتك سوداء، وبتلاقي أنك ما ممكن أنك تشيل السيجارة. ما في اسم بيقول: مرة كنت أسولف مع أبوي عادي في غرفة حقته، بعدين قال لي أروح الحمام، بعدين أنا شفت علبة السجائر حقه وقلت ليش ما أجرب، فقمت وأخذتها وحطيتها في فمي. هذول أصدقائي حارفين أنهم يصدموني صح، وطبعاً هو يدري أنه هذا الشيء خطأ. أبغى أسلك لكم، ما أدري كيف. تخيل أنه عندك 30 أو 40 سنة ويصيروا الفلوس ما يكفونك، لأن نصفهم حرفياً بيروحون لعلب السجائر، وكان ممكن أنك بهذه الفلوس تشتري ألعاب، تشتري أغراض حلوة. لما كنت صغيرة كنت أستعرض مهاراتي البهلوانية، كنت مرة خطيرة. تعرفون درج المطبخ؟ رحت ألعب وأتعلق فيه وفجأة كذا انكسر. لما إجت أمي قلت لها أنه أخوي هو اللي كسره، ولحد اليوم ما يدرون أني أنا اللي كسرته. مسكين أخوكي هو اللي أخذ العلقة بدالك أعتقد. في
اثنين اصدقاء فاطمه فواز وسوبر سونيك قالوا لي لا تقولين هذا السر لاي احد. طبعا انا ما يمكن ان السر يجي عندي وما اقوله. فاطمه فواز بتقول انا احسن وافضل طالبه بالفصل، دائما اجيب علامات مره حلوه. فاطمه فواز جابت علامه كامله، بس مره كان عندنا امتحان رياضيات وكان الدرس مره صعب، وقال لنا الاستاذ انه بكره راح يسوي لنا امتحان. فانا رحت غشيت وحطيت الكتاب تحت المقعد ورحت انقل منه الاجوبه. الحمد لله مرت على خير ولا تقولون لاحد. ايوه ما قلنا لاحد. ونجي الحين لسوبر سونيك، قال مره كنت في المدرسة ونسيت أني أجيب دفتري، والأستاذ وقفني وقال لي ليش نسيت دفترك؟ قلت له طيب أنت ليش نسيت باقي الطلاب؟ حوري لوف بتقول أنا كبيت كوب القهوة من فوق سطح المدرسة وما أحد يدري. طبعا ما أحد رح يدري، لو كان أحد وقع عليه الكوب كان رح يدري، كانت رح تصير مصيبة وبلاوي. الحمد لله إنه ما وقع على أي أحد. كل يوم بقعد أدعي على مديري بالشغل حتى لو ما سوالي شيء. ما سوالك شيء متأكدة؟ وليش تدعين عليه؟ أنا متأكدة إنه ثقيل دم، ما في بخار بدون نار. هاناغو بتحب أكل الطبشور. خلصت أسماء يا عمي بتقول خليني ساكتة أحسن. إيوة رح نخليك ساكتة لأنه متأكدة أن عندك أسرار خطيرة ممنوع نشرها دوليا. أعرف كل أسرار العائلة اللي ممكن تدمرهم. ولع دلوقتي يا ابني، أشوفها بتولع دلوقتي. لازم يحسبوا لك ألف حساب. الحمد لله أنك لساتك ساكتة وحافظي على هذا السكوت لأنه رح يسوي بلاوي. شفتي قصة جعفري لما فضح أبوه؟ ممكن تروحون لآخر شورت ورح تشوفون شنو صار له. دعاء بتقول لما كنت صغيرة وكانوا يقولوا لي أهلي جيبينا كاسة موية، كان يوسوس للشيطان ويقول لي ادفلي في الموية وعطيهم. هنا نكون خلصنا أسراركم الخطيرة. أشكركم على كل هذه المشاركات وأتمنى أن الفيديو يكون أعجبكم. اكتبوا لي في التعليقات شنو أكثر سر تحسونه مرة خطير وتحسون صاحبه مرة شجاع أنه اعترف وكتبه. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسونا من اللايك وتشاركون الفيديو مع أصحابكم، وإلى اللقاء يا أحلى أصدقاء.